ازيكم يا بنات، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده احنا في فيديو جديد مع بعض، وزي ما انتم شايفين كده ان ده اول ظهور ليا معاكم على القناه. طبعا ناس كتير قوي كانت نفسها ان هي تشوفني وتتعرف عليا زي ما انتم شايفيني كده، ويا ياسمين نفسنا نشوفك، ياسمين نفسنا نتعرف عليكي اكتر وكده. طبعا بصراحه اول ما عملت القناه كانت ما شاء الله القناه معايا ماشيه كويس جدا، وبقيت يعني اقول لجوز بقى عايز اظهر بوشي وكده، وهو ما كانش الاول ايه مقتنع قوي. بعد كده برضو ما يشوف بقى معايا التعليقات، وناس كتير الحمد لله بقت معايا وبتحبني وبيكلموني على طول وبيدعموني على طول، فهو الصراحه الحمد لله اقتنع يعني ان انا اظهر بوشي وكده. بس طبعا بقى جيت الفتره الاخيره كنت بقى حامل، وكنت طبعا تعبانه بقى وكده، فما عرفتش طبعا ان انا اظهر. فاستنيت بقى اليومين دول فرصه كويسه، الحمد لله انا ولدت من اسبوعين، وبطمن برضو كل الناس اللي بتسال عليا الحمد لله بقيت كويسه الحمد لله، واطمنكم عليا. طبعا بقيت احسن دلوقتي، عدى عليا اسبوعين، فطبعا برضو شكلي متغير، يعني ما كانش الصراحه نفسي اظهر كده اليومين دول وشكلي متغير كده، بس الحمد لله. يعني قلت طبعا فرصه بقى حلوه ابدا برضو ان اعرفكم فيها عن نفسي ونتكلم فيها مع بعض. انا طبعا ياسمين من محافظه دمياط، عندي 27 سنه، خريجه تجاره انجليزي دفعه 2012، متجوزه برضو دلوقتي خلاص بقى يعني داخله خلاص في 7 سنين، معايا بنتين، ولسه طبعا الولد خلاص جبت ولد، فالحمد لله بقى دلوقتي معايا 3 ولاد وكده. جوزي برضو معاه كورس تجاره وشغال في ميم دمياط عندنا هنا برضو. يعني دي بس كده يعني يعتبر نبذه بسيطه كده بس عني. يعني انا عملت القناه ليه؟ اول حاجه ناس كتير برضو كانت تسالي انت عملت القناه ليه. الصراحه انا عملت القناه ما كنت بقعد دايما على اليوتيوب كده واتفرج على القنوات دي وكده، فكنت الصراحه حابه الموضوع جدا جدا. ف يعني الكلام ده يمكن بقالي 3 سنين بقول لجوزي نفسي اعمل القناه، فما كانش الموضوع في يعني في دماغه قوي. بعد كده بقى من اني على طول دايما الصراحه بحب اتفرج على القنوات دي وكده، فوافق الحمد لله. اللي عمل لي القناه الصراحه اخويا وجوزي، يعني الى يومنا هذا الصراحه جوزي اكتر واحد بيساعدني في القناه، لان في حاجات كتير الصراحه انا ما بعرفهاش وما عنديش برضو ايه بقى خلق ان انا اقعد بقى عليها واتفرج عليها واتابعها وكده، فالصراحه الحمد لله هو يعني بيساعدني فيها جامد جدا. حتى كمان لما كنت والده وكده هو اللي كان اكتر واحد بيتابع لي القناه وبيتفرج عليها على طول وبيشوفها ويشوف اخبارها ايه وكده. فالحمد لله يعني يا بنات مشت معايا الموضوع يعني كويس الحمد لله. وكمان برضو الصراحة بحب اشكر كل الناس اللي كانت دايما بتسأل عليا، واكتر الناس برضو اللي بتتابعني دايما على طول طبعا هنا في مصر حبيبتي يعني بلدنا طبعا مش هننكر كده، وكمان برضو من الجزائر ومن العراق والمغرب والكويت والسعودية كتير جدا جدا برضو بيكلموني من هناك، والصراحة برضو من الكويت والإمارات، يعني ناس كتير قوي الصراحة بتكلمني من الدول دي كلها، وأنا الصراحة بكون فرحانة جدا جدا برضو. أنا بلاقي دايما جالي تعليقات من الدول العربية دي كلها الحمد لله، وتونس برضو، يعني الصراحة في دول كتير جدا مش عايزة أنسى أي حد، وفلسطين برضو، يعني الصراحة ناس كتير قوي كتير بيتكلمني من كل الدول العربية دي الصراحة. فأنا كمان بكون فرحانة بكل التعليقات، حتى لو بس حد دخل عمل لي إعجاب أو لايك بكون فرحانة جدا. طبعا يعني مش عارفه اقول لكم ايه بجد والله، انا عشان اول فيديو طبعا معاكم مش عارفه برضو اتكلم واقول ايه معاكم فيه. فباذن الله ان شاء الله هنعمل فيديوهات كتير قوي مع بعض الفتره الجايه، وهصور لكم بقى بجد بعد كده ان شاء الله بوشي بقى، نظهر بقى شويه فيديوهات كده وكده. يعني طبعا لو روتين او كلام من ده ممكن ما اظهرش، او ممكن اظهر برضو، انما الفيديوهات برضو البسيطه كده ممكن اظهر لكم ان شاء الله فيها. فاتمنى ان شاء الله الفيديو ده يكون عاجبكم يا بنات، وطبعا ما تنسوش اللايك تحت في الفيديو، وان شاء الله لو الفيديو ده يعني عجبكم كده وانا عجبتكم ان شاء الله هنستمر طبعا مع بعض في الفيديوهات، وهظهر لكم بوشي كمان الفتره الجايه اكتر واكتر. انا طبعا يعني فين وفين على ما اقنعت جوزي ان هو يعني ان انا اظهر وكده، والحمد لله ان هو وافق. فدي كانت الصراحة اكتر حاجة بسطتني جامد جدا، يعني ما كانش الصراحة يعني عندي استعداد اظهر اليومين دول، وخصوصا انا لسه تعبانة، بس الحمد لله ما صدقت ان هو اقتنع وقلت فرصة امسك فيها يعني وكده واظهر معاكم. طبعا يا بنات يعني برضو من الحاجات اللي انا حابة اتكلم معاكم فيها، ان الحمد لله يعني ناس كتير قوي بيعجبها محتوى القناة بتاعتي. انا بعمل طبعا في محتوى القناه الحاجات العاديه خالص اللي يمكن كل القنوات بتعملها، اللي الصراحه انا اتعلمت منهم كلهم، انا اتعلمت الصراحه من كل القنوات الكبيره، يعني بجد من اكتر القنوات اللي جت عجبتني قلت لكم قبل كده في اول فيديو كنت عاملاه على قناتي، الفيديو القنوات اللي عجبتني بجد في الاول وانا بقيت اتفرج عليها وكان نفسي اعمل زيها، نسمه الجنه اللي هي ريحتك مع نسمه الجنه، هي من دمياط برضو زيي، وصور قناه صور ميرو،
دي بجد اكتر قناتين كنت انا الاول بتابعهم في الاول خالص قبل ما كنت يعني ايه ادخل بقى واتودد بقى في موضوع اليوتيوب وكده. هم الصراحة ما شاء الله عليهم بجد قمة في الأخلاق بجد. يعني أنا اتكلمت كمان معاهم بعد كده بقى عرفتهم أما دخلت في موضوع اليوتيوب شوية بقى وتعمقت شوية وكده اتعرفت عليهم وحبيتهم جدا جدا، وما شاء الله بجد هم يعني بنات أخلاق جدا فعلا، فأنا حبيتهم جدا. وحبيت بقى إيه أكتر واحدة ساعدتني برضو الصراحة في القناة ومش هنسى فضلها عليا الصراحة هي سوبر ميرو. في الاول اما انا جوزي يعني اقتنع ان انا اعمل قناه وكده كلمتها، كانت سايبه رقم موبايلها تحت في الفيديو كلمتها، وبقت الصراحه ترد عليا على الواتس على طول وتقول لي تعملي ايه وما تعمليش ايه، وانا كنت الصراحه فرحانه جدا جدا ان هي بترد عليا، والصراحه ما كانتش بتبخل عليا باي معلومه، ربنا يخلي لها ان شاء الله في ميزان حسناتها بجد. بعد كده بقى تعمقت شويه في موضوع اليوتيوب واستحيت على بنات كتير جدا، يعني برضو اللي دعمتني قريب جدا ان اظهر بقى بوشي وكده كانت منوعات رودي، صاحبتي جدا جدا اكتر واحده دلوقتي صاحبتي على اليوتيوب الصراحه هي منوعات رودي. وكمان برضو اللي دعمتني ان انا اظهر هنا اللي هي يوميات زوجة مبتكرة، قناتها طبعا جميلة جدا برضو، قناة منوعات ودي حلوة قوي برضو، وبجد برضو يعني من اصحابي اللي اتعرفت عليهم على اليوتيوب وبجد بحبهم جدا، قناة دودة وشقاوة عسل خالص دودة بجد يعني والله يا بنات، يعني قنوات كتير قوي يعني مش عايزة انسى حد، كل القنوات دي انا اتعرفت عليها وسعيدة جدا ان انا عرفتها. وقناة دعاء وجوزها محمود برضو دعاء عسل خالص، قناة عبير ازاي نتغير للاحسن، قنوات كتير جدا كل دول انا اتعرفت عليهم على اليوتيوب وبجد حبيتهم قوي برضو، كلهم بجد بنات عسل خالص ومحترمين يعني بجد. انا بقى حابه في قناتي ان انا الحمد لله دايما حابه ان انا اكون بقيت بقى عن مشاكل يوتيوب وكده اني اركز في محتوى القناه بتاعتي وبس، ما بحبش اشغل نفسي بحاجه تانية. وكمان حتى كمان جوزي انا ما بعملش فيديو الصراحه الا ما بخلي جوزي يتفرج عليه الاول قبل ما بنزله، يعني اشوف بقى انا ترى عملت حاجه غلط في الفيديو ده، ما في حاجه مظبوطه في حاجه مش مظبوطه، يعني ايه هو الصراحه برده بيقول لا مثلا اعملي كذا المره الجايه زودي كذا المره الجايه، فانا الصراحه بكون حابه كده برده يعني قبل ما بنرفع على الفيديو هو بيشوفه الاول ويقول لي برده مظبوط ولا لا. والصراحه ساعات كمان بسيب له مهمه ان هو يرفع لي الفيديو ويمنتجه لي ويظبطه لي والكلام ده كله، عشان طبعا بقى وقت البيت الصراحه عليا والولاد وكده، فالحمد لله يعني بحاول ايه ان احنا نظبط امورنا مع بعض، انا اعمل حاجه مثلا هو يساعدني في القناه في حاجه، فالحمد لله يعني بجد ان هي ايه ماشيه معايا كده. انا طبعا يعني بحب اصور وكده اكتر الصراحه، بحب حكايه الروتين والتنظيف والكلام ده، يعني انا عن نفسي بحب دايما وبشوف فيديو الروتين عند اي قناه من اللي انا عارفاهم بجري جاي اتفرج عليه، يعني لازم ده الصراحه بيحصل عندي. كمان برضو المشتريات بحب جدا اتفرج على فيديوهات المشتريات، برضو حاجات كتير قوي الصراحه بحبها، البروجات برضو والكلام ده كله، فانا برضو بحب اللي انا شايفاه ان انا بحبه وناس كتير قوي بتحبه بحبه برضو الصراحه ان انا اطبقه عندي على القناه. فالحمد لله يعني يا بنات دايما الصراحه بتمنى ان اكون عند حسن ظنكم ان شاء الله في كل الفيديوهات، ونفسي بجد يعني الفيديو ده ان شاء الله تحبوه، طبعا ده اول ظهور ليا بقى وكده وانا الصراحه محرجه فيه برده شويه، فان شاء الله بقى هحاول برده ان انا اتجدعن برده معاكم الفتره الجايه واشد حيلي اكتر واعمل لكم فيديوهات انتم حابينها اكتر. طبعا كنت الفتره اللي فاتت دي مكسله شويه بقى عشان التعب، وناس كتير قوي كانت بتقعد تقول لي انت بتنهجي ليه في الفيديوهات في التعليقات، بس ايه ما كنتش الصراحه وضحت حاجه خالص، انا ما قلتش الصراحه ان انا حامل طول فتره التسع شهور اللي كنت حامل فيهم، ما كنتش قلت خالص، قلت يعني هسيبها بظروفها كده ان شاء الله بعد ما اقوم بالسلامه واقول لكم بقى. وكنت حتى كمان الفيديوهات اللي هي بتاعت مشتريات البيبي انا صورته بعد ما ولدت، يعني كنت مصوره وانا حامل في اواخر الحمل يعني، وقلت هخليه عندي ابقى ارفعه بعد ما ولد وكده، وفعلا ده اللي حصل يعني استنيت بعد ما ولدت ورفعته، فالحمد لله يعني قلت برده الصراحه اطمن برده على البيبي وكده ويكون ان شاء الله كويس وبصحه كويسه، وبعد كده انزل لكم ان شاء الله الفيديوهات ونبدا بقى نشتغل تاني مع بعض ونرجع تاني مع بعض نعمل كل حاجه حلوه مع بعض، وان شاء الله اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه اللي نفسكم في الفتره الجايه وهنعمله مع بعض باذن الله، يعني هحاول اشد حيلي برده معاكم الفتره الجايه بقى، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم يا بنات. يا ريت برضو ان شاء الله ما تنسوش طبعا لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي تفعيل الجرس والاشتراك في القناه ولايك يا بنات للفيديو، واتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم النهارده واكون كنت عند حسن ظنكم. طبعا برضو يا بنات انا مش عارفه اقول لكم ايه والله بجد على وقفتكم جنبي، وكل اصحابي اليوتيوبر بجد اللي وقفوا جنبي برضو وكانوا دايما بيسالوا عليا وبيطمنوا عليا الفتره اللي فاتت، انا بشكرهم جدا وبطمنهم عليا وبقول لهم الحمد لله بصحه كويسه دلوقتي، وان شاء الله يا بنات هنستمر مع بعض الفتره الجايه واستنوني ان شاء الله، وان شاء الله بجد تبقى
افكار حلوه ان شاء الله مع بعض. ومع السلامه يا بنات.